بنا لجزيرة المعلومات. اعرف اشياء كون صداقات بجزيرة المعلومات. هيا بنا لجزيرة المعلومات. هيا بنا. أهمية الخضروات. احذروا، كيران القوي قادم إليكم الآن. انتهيتما؟ هذا جيد. شكرا روري. أتحتاج للمساعدة؟ أجل، أحضر أطباق زملائكما للمغسلة حين تنتهون. شكرا. ها، هل انتهيتم؟ هذا يكفي. وأنا أيضا شبعت. انتهيت. لكنكم لم تأكلوا الخضروات. لا، أجل. حسنا، ماذا سوف نفعل الآن؟ لنلعب بالشاحنة. ها؟ سيد أودير، أسمع بكاء. وأنا أيضا. ترى من يبكي؟ ها؟ إنه آت من تحت الكوب. ما الأمر أيتها الخضروات؟ لماذا البكاء؟ لا أحد يحبنا. أجل، وكذلك نحن أيضا. أكلوا البطاطا واللحوم وأكلوا حتى الذرة، لكنهم لم يأكلونا. لأن أحداً لم يأكلها. طعمها ليس لذيذاً. أنا لا أحب طعمها. لم يقصدوا قول هذا. نحن لا نحب الخضروات، فلما نأكلها؟ سؤال جيد يا كونر. لأننا لم نحكم القوة والصحة. كيف هذا؟ حسناً، سنخبركم بأغنية. هيا يا رفاق. هناك شيء واحد يحزن الخضروات. لا تفعله أرجوك. لا تتركها وتقول إنها ليست مفيدة. لا تفعله أرجوك. البازلاء غنية بالبروتين، والكرنب غني بفيتامين جيم. هناك شيء واحد يحزن الخضروات. لا تتركها وتقول إنها ليست مفيدة. لا تقل هذا، فهذا يحزننا. نعم، الأغنية رائعة، لكن لا أفهم لما يجب أن أكلكم. لا أحب مذاق البازلاء. ما زال الجزر لا يعجبني. اسمعوا، خطرت لي فكرة. ها؟ ألا تأتي الخضروات من المزرعة؟ أجل، السيد سبود يزرعها في مزرعته لنا. لما لا نسأله إذن عن فوائد الخضروات؟ أجل! هذا جيد يا صغار، فليكن هذا ما نفعله اليوم. قبل أن نذهب إلى المزرعة سنحتاج... يا إلهي! شكراً روري. صحيح، فلنرتدي الأحذية الطويلة، فالأرض موحلة بالمزرعة. مرحباً يا سيد سبود، كيف حال فخامتك؟
أهلاً، أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائي. ماذا أتى بكم إلى المزرعة في يوم مشمس كهذا؟ أثناء الغداء لم يعرف بعضنا ما هي فوائد تناول الخضروات. ماذا؟ في رأيي زراعة الخضروات الشهية لكي تتناولوها هي أهم شيء أفعله. لهذا سيكون من دواعي شرفنا أن نعرف الأطفال هنا بالخضروات. الآن يا أدير فهمت ماذا تريد، اتبعوني إلى الحقول. دعوني أقدم لكم عائلة الجزر. اشرحوا للصغار لماذا تناول الجزر مفيد لهم. بالتأكيد يا سيدي، أترون؟ نحن طعام غني بفيتامين ألف، وهو يا أصدقاء مفيد للغاية للإبصار. رائع. أزهار جميلة، رائحة زكية، ما هذه؟ بازلاء يا بريجيد. ها؟ لا تشبه البازلاء التي تعدها أمي. أنت محق يا كونور، انتظر. مرحبا أيتها البازلاء. ترى كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ أخبر الصغار ما فائدة تناولكم على الغداء. هوي، ليس مذاقنا جيدا فقط بل شهي، كم هذا رائع. نمتلئ بالبروتين وهو ضروري لتكوين العضلات. راقبوا هذا. أعطني كفا. صباح الخير يا كابتن سبانخ، كم هذا رائع، تبدو متألقا. أنا أشكرك جدا يا سيد سبود، كنت أمتص أشعة الشمس ليحولها إلى طاقة غذائية. يريد الصغار معرفة فائدة تناول السبانخ. بالتأكيد يا سيدي، لست فقط غنيا بالفيتامينات بل مليء بالحديد أيضا. حديد؟ مثل الأثقال التي يحملها أبي في صالة الألعاب؟ لكنك لا تبدو ثقيلاً. رائع، هذه الفتاة ذكية. حسناً يا صغار فلتنصتوا إلي. هناك أجزاء صغيرة من الحديد بداخلي، عند تناول السبانخ تساعدكم على أن تكبروا وتصبحوا أقوياء. رائع، إن السبانخ حقاً مفيدة جداً. استيقظوا أيها النائمون، لدينا ضيوف. مرحبا يا سيدي، أهلا يا صغار، استيقظوا يا رفاق. يريد الأطفال أن يعرفوا ما أهمية تناول سقان الكرنب. أمرك يا سيدي، كبقية أصدقائنا بالمزرعة لدينا فوائد كثيرة، ونشتهر بأننا أغنياء بفيتامين جيم الذي يقاوم البرد والزكام. لقد شفيت من الزكام. شكرا لك ولخضرواتك أيضا. ترى ماذا تعلم الأطفال اليوم من هذه الجولة؟ استعداد، واحد اثنان. هناك شيء واحد يحزن الخضروات، لا تفعله أرجوك، لا تتركها وتقول إنها ليست مفيدة. لا تفعله أرجوك. البازلاء غنية بالبروتين والكرنب غني بفيتامين جيم. هناك شيء واحد يحزن الخضروات، لا تتركها وتقول إنها ليست مفيدة. لا تقل هذا، فهذا يحزننا. أريد تناول الخضر. أيمكنني قطف بعض السبانخ أرجوك؟ حسناً، فلتقطفوا بعض الخضر وسنعود لمطبخ المدرسة. ما رأيكم؟ هذا الخلد لا يستطيع أن يرى طريقه جيداً. أي الخضروات في رأيكم مفيدة للإبصار؟ البازلاء؟ أم الكرنب؟ أم الجزر؟
يبدو أن الحل هو الجزر. فلنعود الآن إلى الغداء لنرى ماذا أعدوا. الخضر شهية. هذا رائع. معذرة يا رفاق.